بنتكلم دايما عن انه مصر بتتجه بكل قوتها نحو الجمهوريه الجديده، بنسمع الجمله دي بشكل كبير. يمكن حضرتك دلوقتي اتكلمت على التنميه في مجالات عده، منها رفع الوعي والصحه، يعني الدوله قامت بدور كبير في الفتره اللي فاتت. خليني اتكلم معاك عن قد ايه مهم تنصيب رئيس في العاصمه الاداريه الجديده، ونشوف الشكل ده للبرلمان. برلمان في الحقيقه احنا يعني واحنا حتى بنتفرج حاجه تدعو الى الفخر، يعني حاجه مبنيه على 26 فدان، بنتكلم على صرح عظيم. التنظيم كان هايل. انا بس عايزه اقف عند الحته دي ليه؟ لانه دايما مهم ان احنا نتكلم عن حدث يليق بدوله كبيره زي مصر. خليني اخد يعني لبدايه الكلام اخر جمله حضرتك قلتيها، انه احيانا بنعاني من انه في احساس عام عند بعض الناس انه احنا قليلين. كويس؟ حقيقي وانه اللي بيحصل ده كتير علينا، يعني انه رغم انه نفس الاحساس العام ده بتلاقيه بيقعد يتامل احداث في دول اخرى بره وحاجات في دول اخرى، ويقول لك امتى يبقى عندنا في مصر ده. بس دي حته نفسيه انت تقدري ترصديها بسهوله، او تقولي بلاش نقول ان احنا ناس بتحس ان احنا قليلين شويه، ناس بتبقى مستكتره على نفسها انه يبقى عندها احداث ضخمه بالشكل ده او عندها. وهنا بقى مساله العاصمه الاداريه الجديده، لانه العاصمه الاداريه الجديده الحقيقه يعني الانصاف يقتضي ان احنا ما نتكلمش عنها انها مباني او طرق موجوده او منشات. دي نموذج. انت بتتكلم على معنى اكبر، انه هذه العاصمه الاداريه ليها رمزيه نفسيه مهمه جدا. لانه خلي بالك، وده تقدري تربطيه بحاجه تانية، يعني لما الرئيس جه وقال نعمل توسعه لقناه السويس، اللي هو او عملنا قناه السويس الجديده، وكان في اصرار انه المصريين هم اللي يدفعوا الفلوس. احنا تقريبا في اقل من شهر الناس كانت مجمعه حوالي 64 مليار جنيه تقريبا. وبعد كده لما الرئيس قال هو كان بيفكر في المسألة دي ازاي، قال احنا كنا خارجين من فترة فيها احساس صعب جدا انه الناس ما تقدرش تعمل انجاز، وانه الشعب ده ما يقدرش يعمل حاجة، وانه الشعب ده مغلوب على امره، وانه فاذا بيه هو يحفز هذا الشعب لمشروع ضخم زي ده ويبقى بفلوسه فينجزه بشكل سريع. احيانا الشعوب بتبقى محتاجة إلى يعني أحداث أو إلى مشروعات أو إلى أفكار بتنمي عندها إحساس الفخر القومي، إن أنا أقدر أعمل، إن أنا أقدر أنتصر. من كام سنة الناس كانت قاعدة تتكلم على إن البلد بقت زحمة وإن إحنا محتاجين نتوسع في الصحراء، وطول الوقت كنا بنتكلم على ده. ده كان مفتاح مهم جدا. كل ما تيجي تتكلمي يقول لك يا جماعة إحنا إيه، ما هي الصحراء واسعة، إيه ليه ما بنبنيش في الصحراء. خلي بالك انه كل هذه المشروعات دي مشروعات الدولة المصرية، وهو الرئيس قاله اكتر من مرة ورئيس الوزراء قاله اكتر من مرة، فالعاصمة الادارية هي مشروع الدولة المصرية. كان ينقص هذا المشروع ايه؟ وده مؤشر بقى مهم، انه تكون في ارادة سياسية وادارة حكومية عشان المشروع يتعمل. وده مؤشر مهم بالنسبة لي، انه الفارق بين هذه الفترة وفترات سابقة دون تقييمها إيجابا أو سلبا، يعني أنه هذه الفترة بتتوفر فيها حالة هذه الثنائية تحديدا، أنه في إرادة سياسية قوية جدا وفي إدارة قادرة وجريئة أنها تعمل مشروعات كبيرة، لأن المشروعات دي كانت موجودة على الورق وموجودة في أدراج الدولة المصرية. لما طلعت هذه المشروعات وبدأت تعمليها، اللي هي ترجمة لاحتياجات دولة، يعني انا عايز اعمل، صحيح عايز اعمل مدن جديده، وانت بتتكلم في 12 مدينه ذكيه، والرئيس اتكلم على فكره التنميه العمرانيه في الولايه الجديده، وانه بيستكمل التنميه العمرانيه. انت بتغيري ثقافه، وده اللي عامل المقاومه. يعني هقول لك مثلا في فكره المدن الجديده، احنا عندنا ثقافه في مصر طول الوقت ان الناس يعني تعمل بالقرب من مكان سكنها، يعني انت بتشتغل جنب بيتك، دي ثقافه مهمه جدا. وتلاقي انه لو واحد من محافظه مثلا جه يشتغل في القاهره، اهله يحلفوا بغربته ويبقى حاسين ان هو في غربه وبتاع، والراجل بيبقى عاوز ايه، يعمل بيت ويجوز ولاده، وولاده يخلفوا في البيت، وبعدين احفاده يتجوزوا في نفس البيت، ما حدش يمشي يقول لك ان ولادي دي ثقافه. الثقافه دي اللي بتقاوم انك انت، طيب انا مش عايز اعمل لك شغلك جنب بيتك، لا انا عايز اعمل لك بيتك جنب شغلك.
فانت تبقى موجود في محافظه فتروح مكان تاني في المجتمعات الجديده دي، فيبقى كنت لسه اقول لحضرتك الشغل بتاعك جنب سكنك. دي ثقافه، وعلى فكره الثقافه دي بتقاوم مقاومه مش محسوسه، مقاومه ناعمه لاي رغبه في البناء او اي رغبه في التطور. فانت ما كنتيش بتبني مدن او بتبني عاصمه اداريه، انت بتغيري ثقافه بقالها كتير جدا. وبعدين بعض الناس احيانا مخضوضه من حاله الفخامه اللي موجوده في المباني، واللي هي الجمله الاساسيه اللي لما كنت بتتكلمي على فكره انه ده يليق بمصر. احنا بلد كبيره يليق بيها ان يبقى عندك مبنى البرلمان بهذا الشكل، يبقى عندك المباني بتاعت الوزارات بهذا الشكل. صحيح. فتيجي واحد يقول لك لا بس احنا ما هو احنا الظروف، ليه نبني في ده؟ تكلم على سمعه وصوره بلد في النهايه على فكره بتتشكل بيه حاجات كتيره جدا، لانه انت سمعتك وقوتك بتشكل بفنك، بتشكل بثقافتك، بتشكل بنظافتك. طبعا انت كانت عندك مشكله في الميديا العالميه طول الوقت، ناس بتتكلم على القاهره بقت مدينه قذره ومش نظيفه والناس مش عارفه تعيش فيها، والسياحه مش ماشيه عشان البلد، قالوا 20-50 يتوقف المرور تماما، البلد متكسره. فعندك مشروع انك بتعمل يعني مدن جديده وبتحافظ على المدن القديمه، لانه هنا زي ما بقول لك في فكر بيحرك الحكايه. لكن الازمه في ايه؟ انه طول الوقت، واعتقد دي ازمه كبيره جدا في مصر دلوقتي، انك بتسيب المتن وتمسك في الهامش. واقول لك زي اللي حصل امبارح مثلا، كل الصوره اللي معروضه دي، فتيجي تلاقي الناس بتتكلم على ايه، يقول لك ايه ده هم كده العاصمه الاداريه دي بقت العاصمه والقاهره دي بقت ارياف. قريت الحكايه دي صح كدا. وخلاص بقى الناس اللي من المحافظات القاهره بقت ارياف. طب دون الادراك يا جماعه، انت ماسك في انهي قضيه ومهتم بيها وبتتكلم بيها؟ يعني انت سايب كل اللي حاصل ده وبتتكلم في حاجه خطا، لانه العاصمه الاداريه هي امتداد لشرق القاهره، يعني هي لا تزال او هي الان جزء من محافظه القاهره اللي هي عاصمه مصر اللي فيها مقر البرلمان، وده قرار متاخد من 2022، يعني مش جديد. لكن احنا عندنا الازمه دي طول الوقت، انك بتسيب المتن الموضوع المهم وتمسك فيه الهامش وفي الحاجات الفرعيه. بالظبط كده.